بالفعل يا إيمان، هذا هو موضوعنا اليوم في فقرتنا الاقتصادية. تحية طيبة لك ولكل مشاهدينا، أهلا بكم. دفعت الأزمة السياسية اليمنية المحتدمة الاقتصاد اليمني المتهالك أصلا إلى حافة الانهيار بعد أن ألقت بظلال سالبة على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي بقطاعاته الانتاجية والتجارية والخدمية بنحو 40%، إضافة إلى توقف العمل في عدد كبير من المشاريع التنموية وفقدان أكثر من 30 ألف وظيفة، لترتفع بذلك معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا. كل ذلك يضاعف من عجز الميزانية العامة لهذا العام الذي قدرته مؤسسات عالمية مستقلة بنحو 5 مليارات دولار. نتابع ثم نناقش. غموض كبير يسود اليمن بعد الهجوم الذي تعرض له الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكبار مسؤولي الدولة وخروجهم للعلاج في المملكة العربية السعودية، الذي أوجد فراغا مهولا في سلطة البلاد وفاقم من مشكلات اليمن وفي مقدمتها الاقتصادية. أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي خسائر اليمن الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الأولى في الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي تعتمد على عائدات النفط المتوقفة بفعل تدهور الأوضاع الأمنية. اليمن لديه العديد من الإشكالات في الجانب الاقتصادي، وأنا أعتقد أن الأزمة السياسية سلطت الضوء كذلك على الجانب الاقتصادي من حيث الخسائر التي تكبدناها خلال 3 أشهر فقط. فتخيل ماذا سيحصل لو امتدت الأزمة 6 أشهر أو انفجرت الأزمة. وبلغة السياسة والاقتصاد، فإن أبرز ما يتهدد البلاد حاليا انهيار وشيك لاقتصادها، مع قرب إعلان نفاد مخزون الدولة من العملة الصعبة التي قدرت بأقل من 6 مليارات دولار نهاية 2010، بالإضافة إلى قرب إعلان إفلاس البنك المركزي اليمني. الشيء الخطير هو الوضع الاقتصادي المتدهور الذي ربما هناك شبه عجز وإفلاس في الخزينة اليمنية، بالإضافة إلى أن هناك دمار في بعض البنى التحتية خاصة في قطاع الكهرباء قطاع النفط. أيضا أكثر من 30 ألف شخص فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال الأشهر الخمسة الماضية، ومع تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية تحذر منظمات إنسانية دولية من تعاظم معاناة المواطنين اليمنيين وتطالب بسرعة تقديم الدعم العاجل لهم. مختار الشرفي، اليوم على الحرة، صنعاء. وللحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو كريم نخلة، الباحث والخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. نبدأ في الأول من المواطن اليمني الذي يعاني الآن من وقف العمل، يعاني أيضا من مصاريف يومية تزداد مع شح المواد التموينية والمحروقات. ما هي السيناريوهات المرتقبة لحل هذه الأزمة؟ هو الأكبر مخاوف هلا موجودة من أنه يحصل أزمة اجتماعية. اليوم إذا تطلع على اليمن عندك 98% من الصادرات من اليمن هي صادرات نفطية، وهالصادرات وقفت. وزيادة على هيك عندك 75% من العمال يلي في اليمن بيشتغلوا بالقطاع النفطي كمان هذا وقفهم. وزيادة على هيك المشكلة الثالثة اللي عندك إياها، أنه باليمن هالأشخاص بياخذون راتب يومي شبه يومي إذا بدك أو أسبوعي على الشغل تبعهم. اللي عم بيصير حاليا ما عندك رواتب، ما عندك مدخول داخل، وزيادة على هيك اليمنيين العمال اليمنيين اللي موجودين ببلاد الخليج ما عندهم طاقة زيادة مشان يقدروا يبعثوا تحويل الأموال، لأنه اليوم الوضع كمان بالخليج أو الوضع كان في مصر أو بتونس أو كل هالبلاد أثرت على السيولة تبع كل فرد فيهم. سو اللي خلى أنه هالأفراد اليمنيين اللي موجودين هون عندهم مشاكل مشان يقدروا يبعثوا هالتحويلات. سو صار عندك مشكلة أكبر، يعني خايفين إن شاء الله ما يصير في عندك كارثة اجتماعية وكوارث صحية. يعني بعد هلا الأزمة الاجتماعية هي أنه غلاء الأسعار للغذاء وغير ذلك. طبعا عندك الغلاء، هيدي أحد أسبابها هي كمان العملة اليمنية. اليوم العملة تدهورت ونزلت بنسبة تقريبا 20%. بالفعل. وهيدي أكثر يعني بآخر 10 سنين ما شايفت، بالرغم من كل الاشتباكات اللي كانوا عم بيصير باليمن ما حسينا بهالشيء، بس اليوم نزلت ب20% يلي خلى إنه أسعار السلع طلعت بنسبة 25%، لأنه طيب. اليوم الناس عم تشتري هالسلع، سو مجبورة تدفع أكثر.
طيب انت ذكرت انه الريال اليمني نزل اليوم الى 20%، هل تتوقع الان يعني تدخل البنك المركزي في الموضوع؟ هو المشكله تبع البنك المركزي، البنك حابب يتدخل بس اللي عنده مشكله سيوله. اليوم اذا تطلع هيك الازمه اللي صارت لهلا اوريدي يعني لهلا كلفتهم 5 مليار، المركز البنك المركزي اللي عنده مشكله، اول شيء عنده مشكله سيوله، ما عنده سيوله اصلا بالاساس، ما عنده سيوله فائضه مشان يقدر يصرف على هالمشكله. ثاني شيء ما عنده يعني الحل الوحيد قدامه انه يطلب قروض من صندوق النقد الدولي والبنك يعني يلجأ الى الاقتراض الخارجي، والبنك الدولي والاقتراض الخارجي، كما انه هو يتكل كمان على المعونات اللي حتجيهم من الدول الخليجيه اساسيا والدول الثانيه. طيب ماذا عن نشاطات التجاره والنفط؟ يعني ما تعتقدش انها ربما ستحل الازمه؟ هلا اذا بتطلع انت اليوم التجاره باليمن، عندك كان عندك تبادل مثلا، اذا بتاخذ دول الخليج كان عندك تبادل بحجم 2.5 مليار دولار بين اليمن ودول الخليج، اكثريتها كانت نفطيه. نعم. بس هيدي الايرادات واقفه بسبب انه عندك احد المصافي المهمه انضربوا بشهر مارس، شهر اذار صار في مشكله انضربوا، وعندك المصافي الثانيه اللي موجودين بالعدن، بعدن وقفوا يشتغلوا هلا حاليا بالبترول من وراء اسباب امنيه. سو عندك اليمن بلد بتنتج 260 الف برميل باليوم. طيب باختصار الان، هل اليمن دخل في عزله اقتصاديه بعيدا عن دول الخليج العربي؟ دخل بغزلة اقتصادية وعنده مشاكل، بس كل الناس متأملين انه دول الخليج ما حتخلي اليمن يعني بالأزمة الموجودة حاليا، ولأنه كمان دول الخليج عندها مصلحة. واحدة من الأسباب اللي صارت انه دول الخليج اليوم عملوا طريق ترانزيت للنفط تمرق عن طريق اليمن. نعم. سو عنده مصلحة يحمو هل الطرق الترانزيت الطرق النقل تبعهم. نعم. للنفط تبعهم، كما كمان عنده مصلحه انه يهدوا الاوضاع بالمنطقه. نعم. يعني شكرا اذا جزيلا الباحث الاقتصادي كريم نخله، شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا اذا ختام جولتنا الاقتصاديه، ونتابع في ساعتنا الثانيه من اليوم، امريكيون يقبلون على دراسه اللغه العربيه والثقافه.